صباح النور. أهلين عدنان. ملاك وينها؟ بتكون لسه ما فاقت، من شوي شقيت عليها بأوضتها. معناها رح عندها لتيجي تفطر. بالليل كانت مع الولد طول الوقت، أكيد بس تفيق لحالة بتنزل لهون. صحتين وعوافي. ياسمين صبي لي الشاي يلا. وإذا ما صبيته؟ أنا مالي خلق أضحك هالفترة بنوب. هذا اللي اسمه رشيد إذا بشوفه قدامي يمين علي لنتفه تنتيف بسناني. تركينا منه، لا تجيبي سيرته لهالواطي. أنت بتأمري. بس والله هالقصة غريبة، شوفي ابن عمه مانو طالع إله أبداً، مو هيك؟ مين؟ حلمي. مبارح مو كان قاعد بالعزة عم يبكي بأرض الديار؟ أنا شكلي لقيت الزلمة اللي حرك لي قلبي دغري، حتى اسمه ظريف. حلمي. ياسمين حاجتك قلت عقل بقى. قصدي قول أول ما شفت حلمي فكرته مثل الباقي. هالرجال مبين عليه مو أزعر، هو مو من نمرة رشيد ما؟ لك شبك، مو قلتلك لا تجيبي سيرة هالواطي؟ مبين عليه حساس كتير، ولأنه هيك فيني أوثق فيه. أكيد حنون وقلبه أبيض. صح كلامي عمتي فاطمة؟ لك بكفي تحكي شروي غروي وقومي على شغلك بقى. صرعتيني من الصبح وانتي عم تتغزلي بهالحلمي. قال رجال حنون وقلبه أبيض. هلأ بدي ورجيك الحنية على أصولها ولا شوف شو بدك تقولي. وقفي وقفي لعلي والله لربيك من جديد. وقفي. هون حطيته. ليكو وفي شنطاية كمان. مالك شو كانت عم بتساوي عند الولد بالليل؟ فهموني شو اللي صار لحتى مبارح دارت بال عليه. دخيلك على أساس هي بوعية لك جنت على الآخر. الله راحمها أن عم تاخد المهدئات. أمي. شو أمي؟ ما شفتها كيف هجمت علينا كلنا مبارح؟ رح تضربنا كانت شوي تانية. الله يكون معها يا بحية، يلي بتخسر بنتها بيضل براسها عقل. مزبوط. كلياتنا دقنا هالوجع، بس مع الوقت أكيد بخف كتير، ومع الزمن بيلتئم الجرح، بس اللي بيبقى هو الحزن اللي بيضل معشش بقلوبنا. حرقت قلبي على جمال لسه مثل أول يوم وأكتر، وجعي ما خف لهلأ بنوب. في نار شاعلة وعم تاكلني من جوا وما عم تنطفى. هاي النار يلي شعلوا جواتي هن يلي قتلوا جمال. وبس ليتحاسبوا الأندال على الجريمة يلي عملوها بحقي، وقتها بتنطفى النار يلي جواتي. بدي اطمن على الصغير.
عزت، أنا آسفة كتير. كل ما بحاول رتب حياتي بفشل وبغرق أكتر. يعني كل شي عم ساوي على الفاضي، حتى أني أذيت اللي بحبهم كتير، وللأسف أنت أذيتك أكتر واحد فيهم. المصاري اللي أخدتهم منك بالشنتاي أنا بتمنى تسامحني، وبتشكرك على وقفتك جنبي. بس أنا ما عاد عندي حل عزت، ما عاد عندي مستقبل، مشان هيك بدي إلحق بنتي زهرة. سلام عزت. مات عمي جمال، معنا بتخته. كيف يعني مو بتخته زمرد؟ وينه؟ ما بعرف يا مرت عمي وينه؟ معنا بتخته؟ مين أخده؟ لوين أخدوه؟ أنت كمان؟ لحتى لاقي أخوكي وأخذ بتاري منه على الآخر رح كون مثل خيالك يا دكتورة، ما رح فارقك ولا لحظة. لحتى أقتل أخوكي وأخذ بتار أبي منه كمان. إذا بشوفك مرة تانية حوالي رح بلغ عنك الشرطة، عم تفهم؟ نعم عزت. ماشي أنا جاي فورا. نحن هون كلياتنا، وملك قلتوا لي نايمة بغرفتها. الولد وينه؟ مع مين؟ بس ما يكون حدا خطفه كرمال المصاري، يعني هو حفيد عيلة كرمان. غانم كأنك عم بتحاول تحكي لنا شيء. بابا بابا، أنت شفت شي؟ حدا أخده؟ شفتن عم يأخذوا الولد؟ مين غانم آغا؟ قول حدا من أهل القصر شي. ملك، هي اللي أخذت لي حفيدي؟ الولد معها ما هيك؟ ملك هالواطي ما بتقلي يعني؟ لك خلص يا جماعة، كمان الولد حفيدة، ليش خايفين هالقد؟ بتكون طالعته كرمال تشممه هوا وتغير جو، بتجيبه بعدين على غرفته. هذا كل الموضوع. بدون ما تقول لحدا أخدته هيك، على القليل كان لازم تخبرني إلي. ملك وين راحت هي؟ بهي عدنان، قلت لكم من قبل غانم أكيد رح يتحسن. اتصلوا بالدكتور فورا، قولوا له غانم اليوم حاول يحكي. يا جماعة مرت عمي لا ملك ولا الولد فوق، هي أخذته، خطفت حفيدي جمال. أنتي ما قلتي أنه شفتي ملك نايمة بغرفتها الصبح؟ لما شقيت عليها كانت نايمة، معناها ونحن هون فائت أخذته وما حسينا عليها. بار حياتت واتهمتنا كلنا وهددت انه الكل رح يدفعوا الثمن. ابني مرتك ملك اكيد ما رح تأذي الولد، ما هيك عدنان؟